مع الكوتش محي السيد خبير حياة صحية. أهلا ومرحبا بك. أهلا مرحبا سيد. أهلا وسهلا. أهلا فيك. يعني أكيد الحياة الصحية هو أسلوب حياة، بس كيف الشخص يقدر يعرف النظام الغذائي المناسب له؟ السلام عليكم، فرصة سعيدة منورين الشاشة. أولا الحياة عبارة عن قرار. نعم. مهما أنا سافرت العالم واشتغلت مع ناس كتير، الحاجتين الأساسيين الناس كلها عايزاها الصحة والسعادة. أكيد. صح؟ صح. فبالتأكيد دلوقتي احنا شايفين، وأنا راجع من البلد الشقيقة السعودية في كونفرنس كبيرة كانت ساودي درم بالأنتي إيجينج، أحدث المعلومات للدكاترة والأطباء للصحة، فالكلام اللي أنا بقوله مش كلامي أنا، ده كلام العلم. صحيح. أولا دلوقتي في التليفونات وفي الجيم وفي كل مكان في تخسيسات و و و طب ليه الناس ما بتخسش؟ ليه الناس ما عندهاش صحة كويسة؟ للأسف شديد لأن المعلومات مش مظبوطة وسليمة. اولا بالنسبه للطعام، لازم الاكل الخضار كتير، دي اول حاجه. الميه الكتير، فلما احنا كنا بنقول مثلا للناس 60% من اللي بتاكلوه لازم بيجي من الخضار الاخضر. ليه؟ لان الخضار الاخضر فيه اكسجين، والاكسجين هو الحياه. نعم، يحتوي على الكلوروفيل ايضا. بالتاكيد بالتاكيد، يعني من غير اكسجين ما فيش حياه في الدنيا. صح. طب والاكسجين جاي منين؟ من الخضار. نعم. صح. نعم. يعني احنا لو خدنا حتى لا قدر الله المكونات السرطان وحطيناها في اكسجين بتموت. فالناس فاهمه الموضوع غلط. بنقول بنسهلها ازاي؟ قبل ما حد ياكل لازم ميه، مية بليمون يعني دي ببلاش. صح، هذا حتى لو حتى تشربها على الريق الصبح، الواحد أول ما يصحى يشرب مية دافية وليمون. بالتأكيد. مية دافية بليمون في الصبح، فقبل ما تاكلي بتهدي المعدة وبتبقى حاجة كويسة لصحتك. فعلا ده سليم. صح صح. زين دكتور، كيف يعني موضوع انقاص الوزن؟ وايد الناس حاطة في بالها أنه تبغي تنزل من الوزن بطريقة سريعة، يعني حاطة في بالها أنه خلال شهر عادي تخسر من 4 كيلو ل 8 كيلو وفوق. يعني مش حاطة في بالها أنه يعني تشوف أنه في صعوبة في إنزال الوزن، شو الأسباب؟ والله كل الحاجة ما بتنزل بسرعة كل ما بتطلع برضه بسرعة. صح؟ أنا اشتغلت مع مشاهير كتير وناس كتير، ولكن الموضوع مش موضوع وزن فقط. الموضوع موضوع صحة وطاقة، دي نمرة واحد. نعم. نمرة اثنين، لازم تبقى الموضوع بمعنوية كويسة، ولازم الناس تفهم ان لازم البداية في كل حاجة ساعات بتبقى لو مترتبة على أساس صح بتتم بحاجة صح. فده طيب. رأيي أنا الخاص. زين، يعني هل تشوف ان في حمية غذائية تكون مناسبة لكل شخص، او كل شخص له حمية غذائية تختلف عن الشخص الآخر؟ بالتأكيد، بس في حاجات العلم بيتكلم فيها والدكاترة وكل الأطباء بنتكلم فيها دلوقتي علميا، اللي هي في الناس فاكرة موضوع البروتين، والبروتين لازم يجي من الحيوانات فقط، وده مش سليم. يعني الخضار فيه بروتين، البينز فيه بروتين، الفول، الأفوكادو والحاجات دي. أنا ما عندنا نحن الفول هذا. هذا يحتوي على البروتين. بالتأكيد. والفاصوليا أيضا. بالتأكيد. يقدرون مثلا اللي ما يقدر يأكل لحم يقدر يستبدل البروتين بالفاصوليا والفول. بالتأكيد. والنتس اللي هي المكسرات. نعم. فيها بروتين. أنا مش مانع أكل اللحمة ولا أكل الفراخ. صح. بس بقول زود من حاجة وقلل من حاجة. يعني تزود من الخضرة وتشرب ماي وكثير. بالتأكيد. وعشان البروتين تقدر تعوضها بالمكسرات والفول والفاصوليا. بالتأكيد. مو بشرط أنه يأكل لحم. بالتأكيد. ويعني إحنا بنقول مثلا أي حد ممكن يجرب أي حاجة مرة. ما فيش أي مانع مثلا لمدة كم يوم من الواحد، أو مثلا أسبوع ياريت، اللي الناس مثلا تبطل لحمة حمراء كتير، سكريات كتير، نشويات كتير، وشوفي نسبة الطاقة والحيوية والجسد بيستنفع ازاي. يعني نقدر نسميه الانواع اللي نحن نشوفها حاليا بالبروتين النباتي. والله الحاجة اللي انا بقولها تملي، زودوا من الحاجات اللي بتطلع من الارض. ايوه. وقللوا من الحاجات اللي بتمشي على الارض.
السمك كمان والأسماك مفيدة جدا، الجمبري مفيد جدا، مش لازم نسبة البروتين اللي هي لازم تيجي بس من اللحمة الحمراء فقط. نعم. طيب استاذ، في بعض الناس اللي يسوون دايت او حميه غذائيه، يتبعون حميه غذائيه ويشوفون ان في صعوبه في فقدان الوزن، شو الاسباب برايك؟ اذا تقدر تشرح لنا بعض الاسباب اللي انا قلته بكل بساطه. والله هو ده السبب الاساسي. دلوقتي الناس بتروح هنا، وبالذات في الوطن العربي انا شايف الموضوع ده، في بروتينات كتيره وبروتين شيكس ولحمه ولحمه، في حدد معين للبروتين ان الواحد بياخده في جسمه اللي الجسم يقدر يستخدمه. اكتر من هذا بيضعف الكبد وبيأذي الصحه كمان. نعم. بصراحه يعني استاذ محي الدين، شكرا على النصايح اللي قدمتها لنا. فعلا يعني من الضروري ثامر وندى الواحد مثل ما هو قال، حبيت النصيحه اللي انت قلتها، نكثر من الاكل اللي تطلع من الارض. أيوة. ونبتعد عن الأكل اللي أيوة. تمشي على الأرض. أيوة. بس ما نستغنى عن الأكل اللي تمشي على الأرض. أنا مش استغناء، أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، في كل أنحاء العالم من 20-30 سنة هو ده اللي بقوله، لأن في يعني ديننا هو بيقول كده، تلت وتلت وتلت، تلت أكسجين وتلت مية، صح؟ صح، يكون في توازن يعني. لازم صح. بالتأكيد. شكرا لك على النصائح اللي قدمتها. فرصة سعيدة تحت أمرك، منورين الشاشة. شكرا، يعطيك العافية. سلام. نرجع لكم ثامر وندى. يعطيكم العافية عبير والكوتش محي.